كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليحة بيس أيا نهاركم فل مزيك عودتكم بسكوبيت وهذا معناها عنا ليكم اليوم تصريح حصري من داخل اجتماع اللجنة العلمية البارح. اليوم ما هو باش يعنوا على إجراءات جديدة وتمكن فريق صليح أبيض من أنه يجيب لكم تصريح من داخل اللجنة البارح بعد ما تلموا بخصوص الوضع الحالي. صافا هذاك اش عنا بور لو مومون باز الولاد كملتهاش لو تسلك اي ما نكملوش خاطر اللجنة العلمية حكيو برشا البارح عرفت الغناء المفضلة نتاعي المدة هذيا هي غناية ألفا هذيا من فضلك صحيح صحيح وهذاك هو معناه قالونا باز تسلك الولاد وجونا به. تونس البلد المضيف بعد السلالة البريطانية والبرازيلية والجنوب افريقية تخلط السلالة الهندية وهكا يوليو عنا أربعة وينجموا يعملوا طرح رامي عنا كأس عالم يا ناس. وكان فما معناها كلام على السلالة التونسية أو راه ماك تعرف مين مشكل في الأوراق وتعطيلات إدارية خلت إنتاج السلالة التونسية يكون مستحيل. هذاك علاش في صلاح عبيد اليوم باش نعملوا حوار صراحة مع السلالة الهندية اللي اسمه دلتا باش ندخلوا العالم تاعو. كان قاعد لنا وقت ندخلوا الانستغرام تاعو علاش ليه زادة. مرحبا بك دلتا على موجة مزيكا فاهم باش يتكلم باللغة الهندية وحنا باش نترجموا. سؤال يي نهي كي آبكو كيا بسند هي. سؤال يي هي कि आपके आसपास का हर कोई आपको पसंद करता है या नहीं, क्या आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी आपको पसंद किए बिना नहीं रह सकता. معناها تحسوا رزين هكا حتى من صوت وقلكم مصباح الخير نهاركم زين ونشكركم برشا على حسن الاستقبال اللي في تونس. بالطبيعه احنا ديما نفرحوا راهو بالتوريست ما يهمش معناها حتى يجيو بكارون تورو حتى بلاش معنا حتى مشكل. قول لنا شنو اللي خليك تجي لتونس, علاش تونس بالذات؟ आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद दोनों ही आपके बोध को बिगाड़ देते हैं. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें अपने मन में बड़ा चढ़ा कर देखेंगे, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तब तो आप जरूर उन्हें अपने मन में बड़ा चढ़ा कर देखेंगे. يقول انه دول كيف تونس راهو ما يدورش بها جنرال ما كل مره نسمع بسلالات جديده جاتكم هاو من بريطانيا جنوب افريقيا البرازيل. قلت مادام زملائي جاو وتلموا اكيد فما حاجه بالك هكا فما حدث كبير ولا ما عندنا شيء احنا على غالب معنا ربي يسترنا وكاو به. قبل ما ندخلوا في التفاصيل دلتا اعطينا شنو هو اخيب حاجه فيك هكا باش الناس تعرف. बढ़ाने चढ़ाने का अर्थ है चीजें जैसी हैं आप उन्हें वैसी नहीं देख पा रहे. अगर आप चीजों को वैसे नहीं देख पा रहे जैसी वो हैं तो आप जीवन को कभी वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे इसे संभाला जाना चाहिए. قال انا مشكلتي قلبي ابيض وعلى نيتي ونصدق العبيد في سام فهمت فيروس ولا ما بون يا رب باهي باهي مش مشكل باهي. فسر لنا شنو اللي يميزك كان نعملوا مثلا مقارنه بالسلالات الاخرى, شنو هي الحاجات اللي تخليك مختلف عليهم؟ तो पसंद और नापसंद चीजों को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, पर यह बढ़ा चढ़ा देती है या ये जीवन का रूप बिगाड़ देती है. هو قال لي يكذب عليك اللي يقول لك فما اختلاف كبير سلالات كل فرد مدب. اما انا كسلاله هنديه احسن حاجه فيا هي الجو الشتيح والغناء, هذاك علاش نمثل بلادي احسن تمثيل به. اليوم باش يكون اجتماع اللجنه العاميه ولا خلينا نقولوا القرارات نتاع اللجنه العاميه باش تخرج اليوم عم ساعتين, خايف والا ماكش خايف؟ يي وو چیزه هن جو لوگ چاہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وہ کام نہ کرتے ہیں جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں جیون میں انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ ان کے جیون کا شراب بن گئی ہے. يقول دلتا نكذب عليك كان نقول لك مانيش خايف ولا ماني ستريسي. الكلام الكل في الاعلام على السلالة الهندية نحس الحكاية ممنهجة. كان فما محاسبة ماذا بيا كان تحاسبوا السلالات الكل كيف كيف وعندي ثقة في اللجنة العلمية. نختموا بيناتنا شنو هو أكثر قرار مخليك خايف أنت دلتا كسلالة هندية, معناها شنو هو أكثر قرار هيك مخليك معناها ستريسي ومش جايك نوم؟ انكا اپنا شرير انكا اپنا من جو ان کے جیون کا کینسر ہے دکھ اوپر سے نہیں برس رہا ان کا کام ان کی سمپتی ان کے رشتے. يقول فما قرار سمعت به قبل ما نجي وان شاء الله يا ربي ما يتعودش ولا يوريها لحبايب يخوف ياسر ربي يستر من قرار رفع الكراسي اليوم. قرارات اللجنه العلميه واللي اكيد ماهيش باش تكون قرارات اللجنه العلميه كالعاده, اللجنه تقترح اما الحكومه مش قادره تطبق. اقتصاديا واجتماعيا مش قادرين ياخذوا حتى قرارات موجعه, والموجعه ما يعرفوها بالطبيعه كان في زيادات الاسعار وغيره كي قص لك وينقص لك. اما على صحتك سافار وليد بس تسلك.